ما شاء الله تبارك الله. اليوم التاريخ 12/7/1439. شوفوا هذا الذكر هايج على النثية، اليوم الخميس يا شباب، وهم تحت بيض ما شاء الله، تقريبا تحتها 7 بيض. والله من الصباح يفسدها. الآن الساعة 5 صباحا ما شاء الله، واضح لكم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. مع تحيات ولد الشرقية، مرحبا مليون مرحبا. ان شاء الله ما نخرب جوهم اليوم الخميس يا شباب. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا الفحل نتجت من عنده تقريبا ولا فوق 7 مرات، ولا يقط الا على 10 بيض، وملقحين ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا هذه الناتية اليوم التاريخ زي ما علمتكم 12. شوف البيض جديد فريش 12/7/1439. هذا الذكر وهذا فروح حق عياله، طبعا غير اللي شلتهم وديتهم الحظيرة، اساس بس ان نعلمكم. غير العيال اللي شلتهم تقريبا شلت 7 ما شاء الله تبارك الله. اوكي يا شباب، هذه عياله زين، وهذا الكناري ما شاء الله بعد استخدام خلطة ولد الشرقية. ها منتجين 2 ما شاء الله، خلنا اوريك 2 يا شباب، 2 تشوفون فرخين، والبيضة الثالثة ان شاء الله اليوم تفقس باذن الله. اوكي خلنا نشوف. وهذا الجوز مو ثقننا في اليوتيوب، وهو الابيض والفحل، خلنا نشوف كم فقس اليوم. ما شاء الله هذا اول فرخ لهم، تحته 3 باقي 3 ان شاء الله، معروف عصفور يحب يوم يومين وفقس الثاني. ما شاء الله تبارك الله.